السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ، هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من أن تحمل أن تشيل الموبايل؟ إذا كانت تحمل الموبايل يعني لشر تحمل وفساد، الموبايل وتهمل بسبب الموبايل، تخش على السوشيال ميديا وتخش على التيك توك والبرامج اللي زي كده، ولما تكلم اصحابها فتهمل في بيتها، تهمل فيه هو، فمن هو يعني حصل مشاكل في كده، فهو عايز يمنع التليفون، هل ده من حقه؟ من حقه بارك الله فيك. فيك.